واحد عشرة قدامته يا رجل الحكمة الوطني بال شو اسمه هذا شو اسمه البابلون موعدنا واحد عشرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في تفاصيل حلقتنا لهذا اليوم، نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. طبعا تابعتم من المقتطف الأول أو المقطع الذي شاهدتموه قبل قليل، هو تحضيرات ل سنوية أو الذكرى السنوية الأولى لانطلاق ثورة تشرين التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة. نتحدث أيضا بالتزامن مع هذا عن الاعتداءات الحكومية المستمرة عن المتظاهرين التي أيضا لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة منذ أن بدأت أول يوم في انطلاق ثورة تشرين في 1 أكتوبر، ولغاية هذه اللحظة تستمر الانتهاكات الحكومية رغم الوعود التي أطلقتها حكومات ما بعد الاحتلال بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين، لكن هي مجرد وعود معتادة بالنسبة للعراقيين لا تنفذ. طبعا المتظاهرون يواصلون تثبيت اللافتات كما شاهدنا في المقطع في إشارة إلى انطلاق موعد انطلاق ثورة تشرين الثانية، والتي يوافق في الأول من شهر تشرين الأول القادم بمناسبة مرور عام كامل على بدء الحراك السلمي. وضعت اللافتات أمام مقرات الأحزاب وعلى الجدران القريبة من المباني الحكومية، وكتبت عليها عبارات تدل على موجة تصعيد سلمي جديد. طبعا أيضا هذه اللافتات حملت مطالب ثورة تشرين، على رأسها طبعا إسقاط النظام وإزالة وإزاحة أحزاب السلطة والبرلمان من التواجد في العملية السياسية في الحكم، لأن هذه الجهات هي الأساس كما يرى المتظاهرون كما يرى العراقيون بشكل عام، هي أساس دمار وخراب العراق. كيف تنظرون إلى أداء ثورة تشرين بعد مرور قرابة عام ونحن نقترب من العام الكامل على انطلاقها؟ كيف تابعتم التعامل الحكومي مع هذه الثورة؟ كيف تقيمون مطالب ثورة تشرين؟ هذه أسئلة نود من حضراتكم المشاركة للإجابة عليها. هل تعتقدون أن ثورة تشرين تحتاج إلى بعض التعديلات لكي تصبح أقوى وأفضل؟ إذا كانت هناك آراء بالنسبة لكم لإعطائها حول أداء وفعالية ثورة تشرين، أيضا ننتظر مشاركاتكم لإبداء آرائكم طبعا بهذا الموضوع. لكن أيضا نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن في محافظة بابل، هناك مهاجمة من القوات الحكومية للمتظاهرين للتظاهرة السلمية في المحافظة. قامت القوات الحكومية باعتقال واحتجاز عدد من المتظاهرين، فيما اتهم المتظاهرون القوات الحكومية بحماية الفاسدين. فنشاهد. وعلى غلق الدوائر وعلى حرق الإطارات ممنوع، وصلت بهم مرحلة يمنعونك عن المسيرة، مسيرة سلمية يمنعوك منها. هاي القوات الأمنية كلها تمنعك عن مسيرة سلمية. خشوف دول يحمون الفاسدين لو شنو. طبعا شاهدنا أيضا خلال هذه الفترة التي مضت، خلال فترة ثورة تشرين، هناك تظاهرات ثانوية جانبية خرجت للمطالبة ببعض الحقوق، هي حقوق مشروعة في النهاية لأصحابها. موضوع الخريجين وموضوع تعيينات الخريجين وأصحاب العقود وغيرها من هذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي أيضا تعاني الإهمال الحكومي، تعاني التقصير في النظر إلى حقوقهم ومستحقاتهم. ونرى في المقابل كيف تتعامل السلطة بالطريقة المعتادة، الطريقة القمعية لكل من يطالب بحقه المشروع في بلد من المفترض أنه واحد من أغنى بلدان العالم. دعونا نشاهد اعتداء القوات الحكومية تحديدا قوات مكافحة الشغب
على خريجي كليات الإدارة والاقتصاد المعتصمين أمام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد، فلنشاهد. هذا ضرب المتظاهرين، هذا بذوري. يعني نشاهد بهذه الطريقة كيف يتم الاعتداء على طلبة خريجين، يعني فنوا حياتهم، فنوا مرحلة مهمة من حياتهم بالدراسة وفي ظل ظروف أيضا صعبة للغاية في العراق، ومع هذا تخرجوا للحصول على وظيفة وهو حق مشروع، لكن تابعنا كيف يتم التعامل معهم بهذه الطريقة الغير آدمية الوحشية، محاولة لإبعادهم من هذا المكان من أمام بوابة المنطقة الخضراء. هم يطالبون بحق المشروع، لكن هكذا تتعامل السلطة مع من يطالب بالحق المشروع. كيف تتابعون أو تابعتم أداء ثورة تشرين حتى هذه اللحظة مع اقترابنا لعام كامل على انطلاقها؟ كيف ترون تعامل السلطة كذلك مع هذه الثورة؟ هل تعتقدون أن ثورة تشرين تحتاج إلى تعديلات، تحتاج إلى تصحيح ببعض الأمور؟ هل ينقصها شيء هذه الثورة؟ هذه الأسئلة بإمكانكم أن تشاركونا، ونحن أيضا نرى الآن هناك تحضيرات للانطلاقة الثانية، للموجة الثانية من ثورة تشرين مع اقتراب عامها، وربما هي تكون أيضا نصائح للمتظاهرين لربما قد تغير من شكل أو أداء أو فعالية ثورة تشرين في الأيام القادمة. أيضا لدينا مقطع لاعتداء القوات الحكومية على مهندسي الأجور والعقود المعتصمين أمام مبنى وزارة الكهرباء بالضرب المبرح، فلنشاهد. أخينا المهندس سجاد من البصرة تعرض إلى الضرب المبرح من قبل قوات أمن وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء التي هنمشت مهندسيها علنا. نعتذر عن الصور لكنها واقع يجب أن يعرض، لكنها حقيقة يجب أن يشاهدها من لا يزال يعتقد أن الحكومة تتعامل بشكل إنساني مع من يطالب بحقه. ربما هي أيضا صورة يجب أن يراها مصطفى الكاظمي الذي وعد بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين. نحن لا نزال نكشف ونعرض يوميا ما يأتينا من أرض الواقع الموجود في العراق الآن من مقاطع تثبت أن الاعتداءات الحكومية مع الميليشياوية في خط واحد ضد المتظاهرين. مصطفى الكاظمي عندما جاء وعد بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين، وقال بأنه أمر قياداته العسكرية بالتعامل الإنساني مع المتظاهرين وإيقاف العنف المستخدم ضدهم، لكن أين هذه الوعود يا مصطفى الكاظمي؟ وأنت ترى ونحن نرى والعراقيون جميعا يعيشون هذه اللحظات المؤلمة من اعتداءات مستمرة لم تتوقف قبل مجيئك وبعد مجيئك. وهذا الموضوع حقيقة هو يعني يثبت ويؤكد أن الوعود الحكومية هي مجرد هواء في شبك لم تأتي بأي نتيجة ولم تكن حقيقية وجادة أصلا منذ البداية. في بغداد يواصل خريجو المعاهد التقنية في بغداد اعتصامهم أو في ذي قار عفوا. لا هذا الـ نعم هذه المعلومة في بغداد. اعتصامهم أمام المنطقة الخضراء وسط العاصمة للمطالبة بتعيينهم في الوظائف الحكومية، ويؤكد المتظاهرون أن الحكومة ما زالت تتجاهل مطالبهم، فلنشاهد.
نشاهد أيضا الآن مشاهدينا الكرام تنظيم من خريجي الهندسة الزراعية والأطباء البيطريين لمسيرة في ساحة الفردوس ببغداد وصولا إلى وزارة الزراعة مطالبين بإنصافهم بالتعيين، وأكدوا أنهم لن يتفقوا لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى تحقيق كامل مطالبهم وإنصافهم في الحقوق. فالمشاهد مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا للمشاركة معنا في موضوعنا لهذا اليوم، والإجابة كذلك عن التساؤلات حول تقييمكم ونظرتكم لأداء ثورة تشرين، وكيف تتابعون أيضا الانتهاكات الحكومية المستمرة في ظل الوعود الحكومية المعطاة يوميا للعراقيين بإيقاف العنف المستخدم، بالاستجابة للمطالب المشروعة، وكل هذه الوعود التي حتى هذه اللحظة لم نرى تنفيذا لها. معنا السيد أبو زينب من النجف، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. في أي بلد بالعالم نعم خروج المتظاهرين وبهذا الكم الهائل وعلى مدى أكثر من عام أو عام تقريبا، نعم هذا يدل على أن هؤلاء على حق وأن حقوقهم مغموطة. نعم. لأنه ما ممكن أن يطلع الطبيب ويطلع المهندس ويطلع الأستاذ الجامعي ويطلع العتال ويطلع عامل البناء ويطلع الفلاح، يعني فئات مختلفة من الشعب. نعم. وفي أماكن مختلفة من المحافظات والأقضية والنواحي. هؤلاء سحقت حقوقهم بل سحقوا هم أيضا، يعني نعم. بلد على مدى 12 سنة نعم بدون طائل بدون فائدة، والتي تكرر نفس الوجوه، واللي ما يفوز بهاي الانتخابات يقول مهنة أو وظيفة بداخل المنطقة الخضراء حتى يبقى محافظ على ما وجهه ويبقى محافظ على المزايا أو على الرواتب الضخمة والإفادات وغيرها. نعم. هؤلاء هم في واد والشعب في واد آخر. إذا تريد تصير انتخابات حقيقية أول شيء هؤلاء الطغمة الفاسدة كلهم يزاحون عن حتى الترشيح. نعم. وأهم نقطة هي أن يسقطوا أمام التلفزيون وأمام العالم أجمع جنسياتهم الأخرى المزدوجة. لأن هذا منصوص عليه بالدستور أنه لا يحق له الترشيح. نعم. ثانياً دائماً المعروف وخصوصاً بالدول العربية وبالعراق بالذات أنه الجيش مع الشعب. لكن الآن وهم يقولون أنه الانتماء للشرطة والجيش الجمال لا يكون منتمين الأحزاب، لأن كلهم ملغومين ومنتمين الأحزاب ومجايرين. أو عندك رتب فضائية، يعني واحد ما عنده ربع خامس ابتدائي ورتب تنقيب ورتب مقدم ورتب تاني. هذا غير الطريقة الطائفية سنة. هذا غير الطريقة الطائفية باختيار الأفراد المنتسبين للقوات الحكومية، والوثائق نشرت المسربة التي تكشف كيف يتم التعامل وفق المذهب بالنسبة لعناصر العناصر المختارة من الكليات العسكرية. يعني وكأن الموضوع غريب بالنسبة للبعض أن الحكومة تتعامل بالطائفية، مثبت هذا الموضوع وفق أوراقها. هذا مو فقط خطأ وإنما معيب ومخجل جدا. يعني حتى في زمن النظام السابق وزمن البكر وعبد الرحمن عارف ما سمعنا في يوم أنه قال اللي يريد ينتمي إلى الشرطة أو الجيش أو إلى أي دائرة أو أي وزارة شنو دينه وشنو مذهبه. نعم. حتى عن الدين ما يسألون، ما له علاقة، بس اسمك الثلاثي واطلع بضل. نعم. زين؟ لأن البلد مو بلد دين واحد ولا بلد قومية واحدة ولا بلد طائفة واحدة، ولو احنا
اسمعني بعدين انه الكاظمي امر بالغاء هاي الفقره لانه وصمه عار في جبينه. طيب الكاظمي كلام جميل، اوقف وياك عند هاي النقطه. الكاظمي امر بالغاء هاي الفقره، طيب ما الكاظمي امر قبلها بايقاف العنف ضد المتظاهرين، ما الذي تحقق؟ حبيبي الكاظمي بالضبط مربوط بحبال غليظه جدا. نعم. وايدين رجليه مسحوبات لي ورا، كل ما يريد يطلع لي قدامي يشبوه على وجهه. ما يقدر. والان هو اصبح في منتصف الطريق. يعني لا يقدر يرجع ولا يقدر يتقدم. وغصبا عليه يجيروه الى ما هم يريدون. نعم. بس احنا اللي نتامل ونرجوه، اولا تغيير الدستور بالكامل، وخاصه شغله يعني فقرات الانتخاب. نعم. وتغيير مفوضيه الانتخابات، ما راح اجيب جماعه من الاحزاب وخلي مفوض الانتخابات، بعد ما سوينا شيء. نعم. راح يبنى الانتخاب بيه قدام على التزوير وكله راح يكون باطل وتطلع نفس الاسماء والاحزاب. ويطلعون مثل شغله 2018 ويحرقون. احنا نريد الى صير انتخابات بحضور الامم المتحده وجامعه الدول العربيه، ويصور محافظه ومحافظه وتبث على الهواء بالاسماء. اللي يطلع الشخص يقول اسمه الثلاثي واللقب ومحافظته ويقول انا انتخب فلان من فلان قائمه. طيب انا اشكرك سيد ابو زينب، شكرا جزيلا، اكتفي وياك بهذا القدر. انا اشكرك ابو زينب من النجف، شكرا. ابو مصطفى من الموصل معنا الان، تفضل يا ابو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حكي ابو زينب واقعي لكن مو هذا الكلام. يعني اليوم احنا في ظل الاحتلال، نعم، والعروش العفنه اللي في بغل الخضراء، هؤلاء اتوا مع الاحتلال، انتم لا ترجون خير من هؤلاء، احنا يلعبون علينا، لكن هذا الشعب ما دا يتعب. يعني منو دا يقتل ومنو دا يشرد؟ يعني اليوم احنا من بدايتها نعرف انه هناك ناس قاده عملوهم سووهم قاده، يعني عمداء بالجيش وبالشرطه، نعم، عقداء. يعني اليوم واحد يحكي لي يقول انا علي ايدي واحد بس يقرأ يكتب أمي ما عنده شهادة. نعم. قال مسوينه ضابط شرطة. قال ورا سنتين قال أنا آمن، قلت والله مو مشكلة. قال بعد سنتين، يقول أنا شفت مرتب الدقيق، بعد سنتين قال إذا هو عقيد يقول هسه افتهمنا قبلتوه هو ما عنده شهادة ضابط، زين اصطفر وعقيد. طيب. يعني هذه اللعبات كلها احنا نعرفها، لكن الشعب أيضا خائن نفسه، شلون راح تقول لي شلون؟ الشعب ليش راضي بهذا؟ من الذي يقتل الشعب؟ من نبينا نعرفهم؟ لابد من ان هناك ناس يعرفون ذول القتله، زين انا امس كل عصابه هم بلي اقتله، والله اهجم بيته وبيته خلص. نعم. هو وعائلته مرضوا مثل ما دا يسوي، هاي جانب، جانب اخر يا اخوان يا اهل الجنوب انتوا هنا. والعربي يقول ثوب العيره ما يدفي، وممكن دفى ما يدوم، هذا ثوب المجوس ما يدفي. واذا دفاكم فتره من اجل غايه انهاء العراق وبنية العراقيه وانه يضموا كولايه لايران. احنا دا نقول هذا الكلام للاسف الشديد، احنا مو ضدكم، انتوا اخوتنا، انتوا عمومتنا، انتوا هنا، والله يلمكم يؤلمنا، لكن للاسف الشديد وينكم؟ شفتوا عندنا الثوره قاموا بها السنه عندما ابو مصطفى ما مضى ما مضى مضى. احنا كلام حضرتك هسه احنا ولد اليوم، واللي دا يصير اليوم بالتظاهرات، بس حتى لا يصير الموضوع معايره ما بين فلان وفلان. يعني احنا بالنهايه عراقيين والدم واحد، واللي دا يوقع بالتظاهرات ببغداد ما معروف هو مين، ما معروف هو مين. احسن. لكن انا شنو اقول اين الخيرين الشرفاء؟ انتم تابعوا ذولا ولدكم اللي دا يسرون بالميليشيات، قول له لا تروح، هذا هجمان البيتين العراق. اخي انت ابنك بالميليشيات لا تخليه، رجعوا شوف شلون انكسر ظهرهم. المجلس ما جايبك، احنا ما شفنا ايراني بالميليشيات الا القاده مالهم. طيب انا اريد يعني اسال سؤال يعني يا سيد ابو مصطفى، وباختصار شديد لو سمحت، لانه عندنا ناس ايضا تنتظر. احد المشاركين على الواتساب يقول: اخي موقف يوميا متكرر من قبل هؤلاء الذين يطالبون بالتعيين، يقول منذ عام كانوا يرددون اريد وطن والان اريد تعيين، ما هذا التناقض؟ وهم يهانون ويضربون ويشتمون، ارجعوا الى مبادئ ما قامت عليه الثوره. اكو شريحه بالشارع الان حولت المطالب من مطالب عامه، من اريد وطن كما يقول الاخ الى اريد تعيين. طيب ذولا اذا حصلوا تعيين وهو عايش ببلد لا بامان لا بكهرباء لا بنظام صحي، شنو فائده التعيين؟
لا قيمة للحياة، أكيد لا قيمة للحياة بالتعيين. هسه احنا كليتنا هناك اكل قمه خبز احنا عايشين بها، لكن هل احنا مرتاحين؟ هل احنا ما مهانين؟ يعني القضاة وصلهم الرشاوي، القاضي اذا وصلت الرشوة بالبلد انتهى البلد، فروح شوف القضاة. القاضي بتجي الا نادي خاف يقولوا ظلمنا، ما عاد يظلم كليتهم، لكن بالمية اعطيك 70 75% القضاة دي يرتشون. انت لما تشتكي القاضي البيات يقول لي ما نشكلها ويا ناجي لك القاضي مبتلي نفس البلية. احنا لما نشتكي اذا كانت الحكومة هي حرامية، إذا كانت القضاة هي مفسدة، إذا كان ضابط الشرطة فاسد، إذا كان ضابط الجيش فاسد، يعني احنا لا حول ولا قوة إلا ثورة بالقوة يلا ينجح طيب. العراق ورد عافيته إذا عرض. أنا أشكرك أبو مصطفى عليكم. وعليكم السلام، شكرا جزيلا. معنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. سعد فقدنا الاتصال مع السيد سعد من الكويت. في رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام، العراق للعراقيين وللثوار وثورة تشرين الممثل الشرعي والوحيد للعراق وشعبه الجريح. يقول لا حياة لمن تنادي لهؤلاء الفاسدين والخالين من الحياء عملاء الاحتلال المتعارف عند العالم. القوات المسلحة والأمن المركزي كل في خدمة الشعب عندما يتعرض الشعب للخطر الخارجي والداخلي، لكن في العراق القوات المسلحة والأمن المركزي تعاون مع أعداء العراق ضد الشعب العراقي، وأصبحت الأجهزة الأمنية حماية للميليشيات والأحزاب والمنظمات الإرهابية في العراق، لكن إرادة الشعب لا تقهر وثورته والثوار أقوى من جبروتهم. الأيام والمستقبل كفيل بنصر إرادة الثورة والثوار والشعب. والسلام عليكم ورحمة الله، شكرا جزيلا. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل يا مصطفى. حياك الله مصطفى، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يسلمك. يا سيدي بالنسبه للثوره المجيده، اداء الثوره اداء جيد جدا. اولا اداء متماسك رغم القتل والتهجير والتهميش والاضطهاد والتقدم من منظمه الامم المتحده العميله ومنظمه الرئيس الروسي وكل المنظمات المتواصله مع هؤلاء القتله، ده حقيقه. ولكن بالنسبه لتقييم الثوره اداها جيد جدا وادائها مبشر بالخير باذن الله تعالى، بس هي ينقص حاجه واحده بس، ان يتحدد يوم، يتحدد يوم ان كلنا النهارده طالعين للقبض على عصابه الاستعمار الخاينه القتله. يتحدد يوم، اللي يتخلف عن هذا اليوم يثبت في جداول التاريخ بانه خاين للوطن، هو وعائلته وقبيلته وعشيرته. ده الكلام الواضح. اطلع بسلمية حرر وطنه. ويبتدي ينقض حاجه اخرى، يتم تشكيل مجلس ثوري انتقالي من الشهادات العليا والمؤهلات العليا اللي هم العلماء اللي هم قاده المستقبل ان شاء الله. يشكل مجلس ثوري انتقالي مدني، ويتعمل انتخابات في داخل الساحات والميادين، تنتخب قيادات من داخل الثوره من الشهادات العليا من البكالوريوس من الهندسه من الدكاتره، علماء كتير حقيقه ملايين القيادات. الان الاوان ان انتوا تحكموا باراده شعبكم. فيا سيدي هل الحلول كتيره جدا، انما الثوره جيد جدا وقوي، وكل يوم في بتتحكم اصلا بتتم السيطره قبضه الثوره على عصابه الميليشيات والتنظيمات الاجراميه الارهابيه. وان شاء الله المستقبل مشرق، وهي شمس الحريه بدات في العراق حاليا، وان شاء الله النصر قادم باذن الله. وانا اشكر جزيلا. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. طيب مشاهدينا الكرام، نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. يستاهل وطننا الموت، كنا فداه وحضنا من الشهيد الدار ما ننساه، وحضنا من الشهيد الدار ما ننساه. ما الموت على العز، ما الموت على
نقف اليوم لنرسل رسالة، نقف اليوم جميعا لنجدد مطالبنا المشروعة بتسليم قتلة أولادنا، وخاصة تسليم جميل الشمري وكل من تلطخت يداه بدماء وجرحى ثورة تشرين المباركة. نقف اليوم لنرسل رسالة إلى حكومة المركز، مفادها صادقين، كونوا صادقين معنا، وكفاكم مماطلة، وعليكم بتنفيذ المنهاج الوزاري الذي يتضمن العديد من الإصلاحات التي خرج من أجلها الثوار قبل سنة تقريبا من الآن. ونذكر حكومة الكاظمي، ونذكر حكومة السيد الكاظمي بأنكم جميعا جئتم بدماءنا، وهي استطاعت هذه الدماء أن تأتي بغيركم إذا استمر مسلسل التسويف والمماطلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن كان هذا المقطع من ذي قار لذوي ضحايا التظاهرات ثورة تشرين من ناشطين من المتظاهرين، وهو تأكيد أيضا على أن هناك دماء لا تزال في الشوارع دون أن يأخذ حق الشهيد الذي اعتدي عليه وقتل من قبل القوات الحكومية أو الميليشيات في ظل الوعود الحكومية المعطاة والتي بلا نتيجة. معنا السيد عبد الله من كربلاء، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك، رحم الله والديك. والديك الله يسلمك. أقول لك هؤلاء عملاء إيران. نعم. هؤلاء عملاء إيران الذي ما يخلون العراقي يستقر. نعم. والله وبالله، وإحنا هنا في كربلاء وجاعد نعاين أحق هاي كربلاء من التدخل الإيراني بالعراق الذي ما يخلون العراقي يستقر. نعم. ويجي نشاهد ذلك عبد الله احكي براحتك، احكي براحتك، لا تتقيد، احكي براحتك. يا اخي اتحل اللي جاي يشوف من هناك تكبر، يعني ما نقدر، يعني شغلات ايش دا يصير؟ حتى ما تقدر تتكلم بيه. ايش دا يصير عندكم كربلاء؟ يا اخي تدخل ايراني مو طبيعي. نعم. ما الى اي وصف. نعم. من هنا ناحية التدخل، يعني شلون تشوف، شلون تشوف التدخل يا عبد الله؟ شلون تشوفه؟ شنو نوع التدخل؟ يا أخي التدخل أي مكان يا أخي، من أشياء تصير وجود. نعم. من أشياء إيران، عملاء إيران هؤلاء. نعم. شلون شفت ثورة تشرين يا عبد الله؟ العالم اللي على مزاعل. عبد الله. بس هؤلاء أكو تبعية لهم جاهون وياهم. نعم. يا يطلعون ضد المظاهرات تطلع مال ثورة تشرين. نعم. عبد الله شلون شفت الثورة لغاية هاي اللحظة؟ احنا هسه حنصير سنة، يعني بعد أقل الشهر وندخل بالسنة وسنة كاملة على الثورة، شلون شفت أداء هاي الثورة لغاية هاي اللحظة؟ يعني والله يا أخي الحمد لله، يعني الثورة إن شاء الله قائمة وإن شاء الله ننزل عروشهم بإذن الله تعالى، بس نعم. يا أخي ليدي الوحدة ما تصفق. نعم، شلون؟ وضح لنا. ليدي الوحدة ما تصفق لأنه تدخل الإيراني بالعراق أصبح يعني فوق الفوق. نعم، يعني برأيك إيش مطلوب من الثوار يسوون حتى يخلصون من التدخل الإيراني ومن هاي الحكومات؟ والله الأفضل أن الثوار أن يحلون السلاح ويقفون بوجه هؤلاء. بس الثوار قالوا إحنا سلمية، إحنا ما نريد نشيل السلاح، لأن هذا موضوع شيل السلاح يفيد الميليشيات ويفيد إيران ويفيد الحكومة تخلص على الثورة بسهولة. يا أخي أنت بس خذ خدمة. تفضل. هؤلاء هذول اللي جاي يفتشون بالمناطق الجنوبية. طيب. هذا التفتيش اللي جاي يفتشون لي بالمناطق الجنوبية، جاي يفتشون لأجل السلاح، مو لأجل السلاح هذول، مو لأجل حصر سلاح بيد الدولة. لا عاد. هذول يردون ياخذون السلاح في سبيل العالم، مثل تطلع مظاهرات ويواجهون العالم بالسلاح، هذول المتظاهر ما عنده سلاح يرد عليهم. هو ايش محتاج ابو الميليشيا؟ ايش محتاج سلاح؟ هو عنده سلاح بقد اللي عند الدولة.
يا اخي هم عايزين المنيجات ويردوا على هؤلاء الفقراء، رايحين على ابو بستان ياخذون الكسريه مات الحمام. وربك يا صايره، هاي صايره بالاسلام. نعم. طيب انا اشكرك يا عبد الله. دافع عنها عن بيته ودافع بدافع. اي تفضل. ياخذونها من عنده. نعم وصلت فكرتك يا عبد الله، أنا أشكرك من كربلاء، شكرا جزيلا. لكن نؤكد أن اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين وكذلك الثوار بشكل عام يرفضون فكرة حمل السلاح، رفعوا شعار السلمية ولا يزالون متمسكين بهذا الشعار، والسبب هو أن هناك محاولات لشيطنة التظاهرات لعسكرتها لدفعها إلى حمل السلاح كي تباد، هذا هو المطلوب. ابو فيصل من السعوديه تفضل. لا تفضل استاذ محمد، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. تحيه استاذ محمد، تحيه القناه وكادرها الطيب، وتحيه ثوره تشرين، وان شاء الله ان شاء الله الثوار نحن نأيد سلميتهم، وهم قادرين ان شاء الله باذن الله لاقتلاع هذا النظام المشوه. نعم. عن قريب، والنظام هو اصبح تناقضات وهو قريب من السقوط جدا، وان شاء الله ان شاء الله ثوره تشرين منتظره، ونحن نأيد تأييدك لما تحمل هذه الثوره من وعيان وطني وغيري على البلد، وكشفت كل الخونه والعملاء، لانه ثلاثه من هذه الصعاليك هم يحطونهم كل يوم ويغيرونهم، واتوا ورجموا بهذا الفاسد على اساس انه سوف يفشل هذه الثوره، لن ينجو منها لا الكاظمي ولا الغانمي ولا زبرات إيران كلها، سوف تسحقهم. وعن قريب تحية لك وتحية للشعب العراقي. نعم أنا أشكرك يا سيد أبو فيصل من السعودية، شكرا جزيلا لك. طبعا كما قلنا مشاهدينا الكرام، ثورة تشرين تقترب من عام كامل، قدمت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح من المتظاهرين، من ناشطين، مسعفين، صحفيين وإعلاميين، أغتيل كثير منهم على يد الميليشيات وفرق الموت في أماكن كانت تتواجد فيها القوات الحكومية وقالت بأنها مناطق مؤمنة، لكن واقع الحال يقول بأن هناك اختراق أمني كبير، هناك انهيار أمني كبير، هناك تواطؤ وتعاون من القوات الحكومية مع الميليشيات، وشاهدنا هذا الموضوع، الناصرية مثال طبعا، وأمثلة كثيرة في بابل، في بغداد والبصرة وغيرها من المحافظات التي أيضا شهدت انتهاكات من قبل القوات الحكومية بمختلف طبعا صنوفها وتشكيلاتها. هذا أيضا يؤكد أن الجهات المتورطة بسفك دماء العراقيين ليست الميليشيات فقط أو الطرف الثالث كما يسمى في العراق، بل هو القوات الحكومية، الحكومة بشكل عام، والميليشيات المساندة لها والمتعاونة معها. من معنا الآن؟ السيد سعد من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بارك الله فيك وبارك الله في هذه القناة المباركة. الله يسلمك. وأنا أقول يا هذه العصابة، مو بهذا شهر محرم الحرام. نعم. أما تحرمون القتل وتحرمون كل شيء في هذا الشهر، الله حرم بكل شيء، وينكم عن هذا الكلام؟ هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية من ناحية الثورة، الثورة هذه المباركة الجليلة. نعم. ما أسقطت عصابات العراق، فضحت حتى ذيول الدول العربية، لأنكم إحنا عرب وشأننا عربي، ما هو بس والعراق، على حتى ذيول الدول العربية هذول اللي قاعدين يشوفون هذه الأشياء اللي تصير في العراق وساكتين أسقطتهم. نعم. ثورة مباركة والله يوفقكم، والحمد لله إن ثورة العراق تقود الدول العربية، ما هو بس العراق لحاله. نعم. وإن شاء الله من كان معاه الشعوب هذه كلها والله فوقهم ان شاء الله منتصرين. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا وبركاته. وعليكم السلام. معنا السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. تحيه قناه الرافدين البطله. حياك الله، اهلا وسهلا. قناه الثوار، قناه المجد. الله يسلمك. قناه الانسانيه. الله يبارك بك. تفضل محمد. استاذ محمد. نعم. ان شاء الله ان شاء الله العراق ان شاء الله يستعيد قوته. نعم. بعد هذا الاحتلال الامريكي الجبان القاشم. نعم. هذا الاحتلال سنه 2003
نعم. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بقوة الله إن شاء الله العراق يستعيد قوته. طيب شلون شفت أداء شلون شفت أداء ثورة تشرين يا محمد لغاية هذه اللحظة وإحنا دا نقترب من السنة؟ والله أخي إن شاء الله كل بلاد العالم أكو بيها ناس أحرار. نعم. كل بلاد العالم ناس بيها أحرار. وإن شاء الله العراق هو العراق إن شاء الله جمجمة العرب. العراق. نعم. جمجمة العرب. العراق كلها تعرف العراق. نعم. العراق بكت صحابه زين. طيب. وبكت الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. العراق جمجمة العرب. برأيك يا محمد تتوقع إنه ثورة تشرين تحتاج بعض التعديلات حتى تصير أقوى؟ تعتقد أكو شيء ينقصها؟ والله إن شاء الله يراد لها تعديلات. مثل شنو مثلاً برأيك؟ والله برأيي الأهم شيء الشباب، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقتدي بالشباب بالمعارك، يشوف القادة كلهم شباب صغار، يعني شباب صغار كانت قادة المسلمين، يعني مو كبار، كلهم أعمار شبابية. نعم. ما شاء الله. فشي راد الهرادنا شوية الشباب، يعني شباب العراق شوية مثل ما يقول لا يظلون، ترى هي يقول كل من عليها وطان. نعم. ما إن شاء الله، يعني إن شاء الله هو المستقبل قدامنا احنا ان شاء الله. نعم. ايه. نعم. فيرادها من الشباب يعني ما يظلون يعني يظلون. نعم. ملتهين بالشغلات التعبانه، يعني اكو شغلات اللي مثل هاي مال الفيس الاعلام يحاولون ياخذون من عنده الشغلات السلبيه والايجابيه يشمروها على صفحه. بالنسبه. نعم. هاي الفيس وهاي المواضيع مال الاعلام وهاي اكو. طيب. شغلات يعني مو صالح الشباب. نعم. هي هاي يعني تفسد الشباب. نعم. فيحاولون بقوه الاعلام ان يوحدون انفسهم ويسوون شيء يفيد العراق، يعني مو. نعم. تطلع سلبيات على الشباب العراقي، يعني يلتهون بهاي الفيس والبنات وهاي السوالف. طيب. التعبانه. أنا اشكرك وضحت فكرتك يا محمد، شكرا جزيلا. السيد محمد يوجه نصيحة للشباب العراق بأن يتحدوا، لأن هم عماد المجتمع، هم الذين يستطيعون أن يقودوا البلد بالشكل الصحيح، بهم يستطيع العراقيون أن يزيحوا أحزاب وحكومات ما بعد الاحتلال والبرلمان ويأتوا بحكم وطني يدير شؤون البلد. طبعا السيد عبد الله من كربلاء ايضا تحدث عن التدخل الايراني في كربلاء، يرى بانه هو يعاني في محافظه كربلاء من الدور الايراني وما تمثله طبعا ادوات ايران من تهديد وارهاب للمجتمع الكربلائي وللعراقيين بشكل عام، بانه ايران هي السبب الرئيس فيما يحصل للعراقيين الان بعد الولايات المتحده من خراب ودمار، لانها استطاعت ان تسيطر على الامر في العراق من ناحيه القرار السياسي أو القرار العسكري، بالإضافة إلى أن هناك من يدين لها بالولاء والكثير من يدين لها بالولاء من حكومات ما بعد الاحتلال، وبالتالي صار تعاون متبادل وخدمة للمشروع الإيراني في العراق، هكذا يقول السيد عبد الله من كربلاء. إذن التحضيرات مستمرة مشاهدينا الكرام، التحضيرات للتحشيد لمليونية في ذكرى ثورة تشرين مع اقترابها بعد أيام قليلة، ويعني يبقى السؤال قائم، كيف تابعتم أداء ثورة تشرين؟ وكذلك في المقابل كيف تابعتم تعامل حكومات ما بعد الاحتلال مع المتظاهرين؟ السيد محمد من السليمانية تفضل يا محمد. السؤال على مود المظاهرات مع بغداد إن شاء الله ثورة 20 بها مجال ان شاء الله ننجح. شلون؟ ثورة العشرين. تشرين. نعم. المظاهرات. شبيها؟ يعني ينجح ان شاء الله. نعم. نعم. ينجح. انت شو تقول؟
أنا أقول إذا ما يطلع الميليشيات الإيرانية ما ينجح. نعم نعم. الميليشيات الإيرانية ما يخلوا العراق يستقر. نعم. أبدا. نعم. وما يخلون بالأخص ما يخلون القوة السنة المحافظات السنية يقعدون ينامون ويأكلون براحة. نعم وضحت فكرتك يا محمد بن السليمانية. أنا أشكرك للمشاركة. معنا السيد شاكر من بغداد، تفضل يا شاكر. السيد شاكر من بغداد موجود معنا؟ شاكر فقدنا اتصال مع شاكر من بغداد. إذن يرى السيد محمد بن السليمانية أن الخلاص من الميليشيات من أدوات إيران سيكون الطريق لنهاية حكم الأحزاب الفاسدة ونهاية حكم اللصوص في العراق، إزالة البرلمان وإزاحته والإتيان طبعا بحكومة وطنية طبعا بعد إزالة الحكومة أيضا الحالية وهذا النظام. إذن يقول بأنه إذا بقيت هذه الميليشيات لن تنجح هذه الثورة، هكذا يرى السيد محمد بن السليمانية. والميليشيات هي جزء مرتبط بآخر، هي جزء مرتبط بالأحزاب والأحزاب مرتبطة بالبرلمان والحكومة والحكومة هي جزء من هذه الأحزاب. إذن هي حلقة دائرة والخلاص من طرف فيها ينهي بقية الأطراف، وستكون العملية طبعا والطريق أسهل بالنسبة للمتظاهرين، هكذا يرى. من معنا؟ السيد شاكر من بغداد عاود الاتصال، تفضل يا شاكر. الو السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد انا ما اعرف موضوعكم اليوم البرنامج على شنو، الان عندي التلفزيون ما يشتغل. طيب اليوم الموضوع، اليوم الموضوع احنا نقترب من سنه على ثوره تشرين، يعني باقي ايام قليله وتجي الذكرى السنويه الاولى لانطلاق ثوره تشرين. السؤال اليوم كيف تابعت اداء ثورة تشرين وفعاليتها، وشلون شفت دور الحكومة بالتعامل مع الثورة ومطالب الثوار؟ اوكي يا اخي محمد، اخي محمد احنا اليوم احنا ما نقول حكومة، جت الحكومة اي ما اعتبرها حكومة، نقول احنا هذا مجلس حكم السراق اخي محمد، لان هم شوية الساعة عندك هاي الثورة، ثورة تشرين اليوم صار لها من نهاية 2019 الى حد الان صار لها سنة ما قدموا، قدموا للثوار قتل، قدموا للثوار اغتيال، قدموا للثوار اعتقالات وتعذيب، وقدموا للثوار يعني سب وشتم وغيرها وغيرها وغيرها. محمد ما وراهم اي تقديم للثوار. نعم. لولا انا اقول لك اني انا حسب يعني اني تعبيري اني وحسب الكلام اللي اقول لك به، لولا قدموا لايران صحيح، قدموا لامريكا صحيح، قدموا للدول صحيح، لان لولا كانوا حشاك وحشا المشاهدين وحشا المتصلين، لولا كانوا دافعين شوارع الدول سواء الدول العربيه او الاسلاميه او الاوروبيه. طيب كانوا يجدون هناك، فاجوا ولقوا يا اخي محمد اجوا ولقوا مال، لقوا ذهب، اخذ ذهب صافي. نعم. فقاموا ايش يسوون؟ قاموا يصرفون، ياخذون بالاموال يبنون شقق، يبنون عمارات، يبنون شركات لهم خارج العراق، لان يدرون هم بانفسهم. طيب مو صح بين طويله، لان احنا عندنا امل بالله عز وجل، ثم اخوتنا الثوار. نعم. اللي بالبصره والباقي المحافظات عندنا امل بالله ثم بيهم، لان ان شاء الله بس تدق ساعه الصفر ان شاء الله ذول ينسحلون بالشوارع. طيب سيد شاكر، برايك برايك ثوره تشرين تبقى على نفس النظام اللي بدات به ونفس المنهج اللي مشوا عليه الثوار بالسلميه والاعلام فقط والصدور العاريه والهتاف، لو أنت تعتقد أنه ثورة تشرين تحتاج إلى بعض التغيير، تحتاج إلى بعض التغييرات اللي تعطيها قوة أكثر؟ طبعاً طبعاً أخي محمد، ثورة تشرين لازم يعني يراد لها دعم مادي، يراد لها همة من الشيوخ العشائر أهل العقل أهل الدولار اللي تركوا ولدهم وتركوا اخوتهم
يقتلون بهم ذولا الفرس وهاي الاحزاب اللي حاكمه السعينة ومسلطه على رقاب الشعب العراقي وتاكين اخوتهم والمتظاهرين لاجل ذولا الاحزاب يقتلون بهم. اخي محمد احنا العراقي الشعب العراقي احنا يرادلنا همه يرادلنا دعم يرادلنا الشيوخ العشائر اهل العقل اهل المضايف نريدهم يتقون ويانا لان اخي طيب. محمد اني قبل ايام كنت ساحه التحرير ببغداد كنا ساحه التحرير هناك ببغداد والله يا اخي محمد شوف يعني ماكو يعني تقول له انت منين يقول لك انا عراقي كلمه شيعي سني كردي تركماني غيره ماكو يعني متظاهرين متماسكين بشعبهم قوتهم بخلقهم بأدبهم. فوالله يا أخي محمد أنا أشكرك أكتفي وياك. نعم وصلت فكرتك يا شاكر وهذا طبعا هو هذه هي أخلاق العراقيين هذا هي الطباع هذا هو الأصل وما جاء به الاحتلال وما جاءت به حكومات ما بعد الاحتلال من نفس طائفي هو الذي حاولوا استخدامه لتفرقة الشعب لكي يصبحوا هم الأقوياء لكن الآن بالتوحد الذي نراه ضعفوا والآن نراهم يعيدون أو يحاولون إعادة السيناريو الطائفي مرة أخرى لكي ينتصروا مرة أخرى. عموما رسالة من صباح عراقي مقيم في ألمانيا قراءة سريعة يقول لن تسقط الأحزاب إلا بسقوط نظام إيران الأحزاب هي تحكم العراق نعم لكن ليس شرط أن يسقط نظام إيران لكي يتحرر العراق بإمكان العراق أن يتحرر قبل سقوط النظام الإيراني. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أن تردد قناة رافدين الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.